عليكم متابعين قناتنا نانا اكادير مرحبا بكم من جديد فيديو جديد فيديو اللي فيه عروض وميزات ديال مرجان اكيد اليوم جيت بفيديو مغاير ماشي بحال الفيديوهات كما كندير لكم ديك الدخله ديال الاواني اليوم قلت علاش لا ما نوريكم جناح الاجهزه الالكترونيه صراحه ديما كنفوت هذا الجناح وما عرفتش علاش تجاوني دي كومونتير في الانستغرام قالوا لي ركزي شويه على هذا الجناح كما شفتوا لكم جوله خفيفه على تلف, تلف... اللي كاينين وكذلك درت لكم جوله خفيفه على الجالاكسي نوت الجديد اللي خرج 20 المهم انا خليكم مع هذه الجوله هكا تشوفوا وشوفوا الاتمينة أه حاولت ما امكن ناخذ لي بري وكنشكر بزاف الناس اللي خلاوني نصور وبالنسبه للمرجان اش المرجان هذا البنات مرجان, مرجان انزكان دائما انا كنقول لكم كنصور في مرجان انزكان لانه هو قريب ليا وكنلقى فيه راحتي صراحه اه لي برودوي كنلقاهم تما وحافضه البلايص وحافضه اللي كيقولوا كي الشوارع تما حافضه القناطيه البنات المهم اش أه، غادي نقول لكم غادي نقول لكم أه، غنخلي لكم تفرجوا في لا على خاطر خاطركم حتى الاخر وما تنساوش الا كانت عجبكم لا فيديو ديروا لي لايك like وتشتركوا الا مازال ما اشتركتوش ما في القناه واكيد أه كما قلت لكم تخليوا لي كومونتير تقولوا لي كي جاتكم هاد لا فيديو حاولت نخلط لكم شويه حتى الديكورات البنات غادي يعجبوكم بزاف الديكورات اللي كاينين في مارجان ان خليكم مع لا حتى الاخر ولي بغيت نقول لكم اللي مازال ما عندي الانستغرام غادي نخلي لكم هنا لتحت دخلي عندي الانستغرام مرحبا بكم عندي تما ودائما كنكون حاضره وكنحط لكم الجديد ديال الجديد باقي جديد مرحبا بكم البنات كاملين في الانستغرام ديالنا شوبينغ اكادير